الدورة 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية تتوج بأربع اتفاقيات تعاون توسيعا لآفاق الشراكة الثنائية بين البلدين. انطلاق أولى رحلة قطار كوراديا الرابط بين بشار ووهران بتوفير خدمات نوعية للمسافرين. وتتابعون في النشرة انتعاش والنشاط الفلاحي بمنطقة القواسم النائية بتيسمسيلت بفضل برامج الدعم، ومزارع نموذجية لتربية الأبقار بأحدث التجهيزات ببرج بوعريريش. نشرة أخبار الخامسة مباشرة من الجزائرية الثالثة، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره تشيلي سيباستيان بينيرا إيشينيك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها، مؤكدا له استعداده للعمل سويا على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وترقية التعاون. في التعاون الجزائري الإماراتي، استقبل اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة 14 للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية. اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. هذا وتوجت الدورة 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية، توجت بالتوقيع على أربع اتفاقيات تعاون ثنائي تخص قطاعات الشؤون الدينية، الثقافة، الأشغال العمومية والصناعة. الدورة التي ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، تعد فرصة للدفع بالتعاون الثنائي المشترك وتوسيعه إلى مجالات أخرى. طه بليدي. تتويجا للدورة 14 للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية، أربع اتفاقيات لأفق واسع من التعاون وتعزيز العلاقات بين أبوظبي والجزائر، علاقات هي من صميم الإرادة السياسية والرؤية الواقعية. لا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن ارتياحي حول ما أحرزته الدورة من نتائج إيجابية التي ستساهم لا محالة في إعطاء تعاوننا الثنائي نفسا جديدا من خلال ما توصلنا إليه من نتائج ملموسة وعملية وقابلة للتنفيذ، ما يترجم وجود رغبة حقيقية تحظونا جميعا في السير قدما نحو تحقيق تكامل اقتصادي وثقافي وفقا لتعليمات السامية لرئيسي الدولتين فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان. ما يهمنا في هذا كله هناك مستهدفات واضحة لتوصيات من القيادة في الدولتين تتعلق بالوصول إلى إن شاء الله نتائج محسوسة من هذا الجانب. نحن في عملنا في هذه اللجنة لسنوات طويلة وصلنا فعلا إلى بعض قصص النجاح، ولكن ما نقوم عليه الآن هو بناء قصص جديدة وخاصة في تطلعات مستقبلية بناء على التوجهات الاستراتيجية في الجزائر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وقعا بعدها على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الشؤون الدينية والأوقاف لعامي 2019-2020، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين للفترة 2018-2020، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، فيما وقع مديرا المعهد الجزائري للتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات والتقييس على مذكرة تعاون فني.
من جهة أخرى، تم الاتفاق خلال هذه الدورة على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال من البلدين في الجزائر خلال 2019، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ونظيرتها الإماراتية في مارس 2019، وكذا اجتماع اللجنة الجمركية بين البلدين خلال العام المقبل. وكانت الدورة 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري قد انطلقت في وقت سابق، وعكست بلقائها الثنائي وبأشغالها لبنة لدفع جديد للعلاقات بين البلدين بتعاون يتسع لحجم التطلعات الكبرى والتوجيهات السامية والإرادة السياسية في البلدين. يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي غدا بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية. السيد الفريق سيترأس خلال هذه الزيارة باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. سيترأس مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية، وذلك خلفا للواء عبد القادر الوناس الذي أحيل على التقاعد. في موضوع آخر، أشرف اليوم مدير المتحف المركزي للجيش العقيد شوشان مراد على افتتاح معرض حول خرائط الجزائر في مجموعات المكتبة الوطنية البرتغالية بمشاركة محاضرين من المكتبة الوطنية للبرتغال والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، حيث تم تناول العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر بالبرتغال، كما طاف الحضور بمعرض الصور الذي تضمن تاريخ العلاقات بين البلدين. وبالنادي الوطني للجيش وفي أول خرجة دولية له، اجتمع المدير العام لمنظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية فرنانديز أرياس باللواء جمال مكلف بمهمة لدى وزارة الدفاع الوطني. كما التقى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، حيث تم التطرق إلى الدور الفعال للجزائر في هذا المجال. وبالمناسبة تم إطلاق الموقع الرسمي للجنة وبالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام. استقبل المدير العام لمنظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية استقبل من قبل العميد سيد أحمد بورملا. تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إمام فرعون ابتداء من اليوم في الطبعة 12 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد بتيانجين الصينية، وهذا في إطار أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي. الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار تشكيل المجتمعات المبتكرة في الثورة الصناعية الرابعة سيتناول هذا العام التحديات العالمية الحالية المتعلقة بما يعرف بالثورة الصناعية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية والبيئية الرابعة. أما بروسيا فتشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا ابتداء من الغد تشارك في أشغال ثاني فورم أوراسيا للمرأة الذي تحتضنه سان بيترسبورغ. في النشاط البرلماني وبالمجلس الشعبي الوطني، عرض اليوم وزير الموارد المائية حسين نسيب أمام أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة
عرض التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة وباء الكوليرا، مؤكدا حرص الدولة على توفير المياه الصالحة للسقي. نسيب أبرز جهود الدولة في توفير المياه الشروب في كل ولايات الوطن عبر مشاريع تنموية عديدة. الجلسة حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. في موضوع آخر، مرورا بولايتي النعامة وسيدي بلعباس، انطلقت أولى رحلة القطار السريع كوراديا من بشار باتجاه ولاية وهران برحلات يومية منتظمة وخدمات نوعية مميزة، تقول نوال بنطوبة. هي أول رحلة لقطار كوراديا السريع من بشار إلى وهران مرورا بولايتي النعامة وسيدي بلعباس على مسافة 760 كيلومتر برحلات يومية طيلة الأسبوع وخدمات نوعية تضمن الراحة في السفر والسرعة في التنقل. يتسع ل 250 مقعد فيها 60 درجة أولى والباقي درجة ثانية. عنده خدمات الحديثة المتطورة المطلوبة في مثل هذه القطارات، ألا وهي أولا الحاجة اللي تميزوا على القطارات الأخرى وهي وجبة على مثل القطار خلال الرحلة. كوراديا هذا الجيل الجديد من القطارات السريعة بالجزائر بمواصفات دولية تتوفر على أحدث وسائل الراحة، سيساهم في تنقل المواطنين بكل أريحية إلى ولايات الشمال من جهة، وإعطاء دفع جديد للسياحة بالمنطقة من جهة أخرى. هذه الخطوة الأولى، يعني فتحنا أبوابنا نحو الجنوب بهذا النمط من النقل الجديد، يعني عربات من آخر طراز يعني حديثة ومعصرنا. رحلة السفر اليوم تبدأ، يعني أولا نبدأ تدريجيا بسبع سوايع ونصف تقريبا، وراح نعمل في الأشهر القادمة إن شاء الله لنقلصها إلى أقصى حد ممكن. كنا نعانوا، كان القطار اللي كان من قبل ما فيش وسائل الراحة، يعني النظافة كان الازدحام كل شيء، كنا نعانوا باش نروحوا. كنت نفضل نروح أبي وما نروحش فيه، نقول لك صح. بصح درك الحمد لله حاجة نظيفة، حاجة كونفورتابل، المهم نروحوا مام غالي يستاهل. هذا الروعة هذه بهذا الشكل، قلنا قالوا باغيين يبدلوا بصح ماشي هكا. الحمد لله الحمد لله، ونتمناو تستمر هذا القطار بالذات. هي الأشخاص ذوي الإعاقة، ونتمنى تكون محافظة عليه. وقبيل دخوله حيز الخدمة نظمت أبواب مفتوحة لتعريف المواطن بمزايا هذا القطار وخدماته المتنوعة في اختصار الوقت والمسافة، لتبقى المسؤولية الأكبر على عاتق المواطن في الحفاظ على هذا المكسب الهام. بعد عودة الأمن إلى منطقة القواسم بيت سمسيلت ورجوع ساكنتها، ازدهر قطاع الفلاحة بالمنطقة الجبلية، خاصة زراعة الكروم التي عرفت وفرة كبيرة وجودة في الإنتاج، وذلك بفضل جهود الدولة لتنمية المناطق النائية بتوفير السكن الريفي، الكهرباء وفتح المسالك. الروبورتاج لوليد ساري. القواسم بأعالي جبال الوانشاريس بيت سمسيلت، منطقة لطالما عانت من ويلات العشرية السوداء، اليوم وبعد استرجاع الأمن وعودة ساكنتها أضحت القواسم جنة خضراء بفضل زراعة الكروم التي اشتهرت بوفرتها وبجودتها. دوروا بفضل القانون اللي داروا رئيس الجمهورية، أيوة رجعنا للمنطقة ورجع سراها منطقة فلاحية. رجع الدوار وهدوا الناس تخدم المنطقة هذه تاع عنب، المهم خضرة كاع اللي كاينة. وكاين هنا في المنطقة هذه خمسة تاع الولايات اللي يدوا منها، كاين غليزان، كاين تيرت، كاين تيسمشيلت، كاين شلف، هذو كاع يردوا منها في الخضرة. عطاتنا الدولة البني الريف وردونا، رانا في الشلم والحمد لله رانا لاباس علينا، عطينا العمل عطينا كلش الحمد لله. برامج تنموية عدة سطرتها الدولة بالقواسم قصد تحفيز فلاحي المنطقة على مزاولة نشاطهم الفلاحي والاستقرار بأراضيهم كالسكن الريفي، الكهرباء وفتح المسالك، لكن تبقى بعض النقائص حسب آراء ساكنة المنطقة. الحمد لله الدولة راه دارت لنا ضوء، كاين بعض البلايص الطربان، كاين بعض الضوء كاين يخصنا صوالح أخرين، مثلا اللي عنده جنان بعيد على الطريق يحوس على الطريق باه تدخل ليه باه يرفد العنب نتاعو يخرجو، هذه ما كاش. مثلا الريزو باه الواحد يهدر في التليفون ما كاش. طرقان الصغار اللي يدخلوا للدوار
ما كاش قدروا رانا نعانوا. كاين مجهودات كبيره بذلتها الدوله، وهي اولا لتثبيت هذا السكان. قامت السلطات المحليه وكذلك وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه والصيد البحري بتسطير برنامج خاص لهذه المنطقه اللي هي كانت معزوله. اول من بينها هي فتح المسالك. كذلك فتح المسالك ما كانش تكفي، كان فيه إعانة خاصة للبناء الريفي وكذلك البناء الريفي وكذلك تشجيعهم، يعني أوتور دون أكتيفيتي في النشاط بتاعهم. منطقة القواسم ما هي إلا نموذجا للجهود التي تبذلها الدولة لتنمية مختلف المناطق النائية والجبلية عبر الوطن. ودعم دولة للفلاحين شمل شعبا أخرى على غرار شعبة إنتاج الحليب وتربية الأبقار من خلال قرض التحدي. دعم شجع الفلاحين بولاية برج بعر الريج لاستحداث مزارع نموذجية بأحدث التجهيزة. الروبورتاج لفوزيتش. مزرعة نموذجية يتطلع صاحبها الذي استفاد من قرض التحدي في القطاع الفلاحي إلى أن تكون في مستوى المزارع الحديثة، حيث جهزها بأحدث التجهيزات لمردود جيد من الحليب ودعم منتجي الحليب برأس الواد بولاية برج بعر الريج. وكراني ماشي تقريبا 60%. الدولة عاونتني بواحد 30 بقرة، واليوم أنا مشيت راني تقريبا فايت 50 بقرة. والمشروع اللي راح نمشي ليه هنا راه من 70-75 بقرة، وهاني داخل مع الشركة، مع الشركات الخاصة اللي هو نسوق لهم في الحليب تاعي. دوك راني في المعدل تاع من 18 إلى 22 في البقرة. 3000 مربي أبقار بولاية برج بعر الريج، رقم شجع المستثمرين على إنجاز وحدات لإنتاج الحليب لتزويد المنطقة وحتى الولايات المجاورة، كما هو الحال لعدالة الذي ينتج ما يقارب 8000 لتر في اليوم. المؤسسات يعني كبيرة، هي نقول تدي الدعم، كاين سونتر كوليكت يدي 5 دينار تاعو، كاين الفلاح يدي 14 دينار، والكل من البنات دي 6 دينار. نقدروا نقدموا من 30000 40000 يوميا. راكش عندنا المشكل تاع التريسيتي هو اللي راه مشكل كبير، ناقص كبير. احنا عندنا بزاف هنايا الاستبلات تاع تربيه الابقار وكذلك تربيه الدواجن، هم يطلبوا كثيرا الكهرباء. نطلبوا هذا المشروع هذا تاع الطاقات المتجدده يتجسد ان شاء الله في الولايه هذه تاعنا. في اطار الدعم من سنه 2000 دعمنا 6 ملبنات أو 6 وحدات إنتاج الحليب. الدعم هذا كان يخص بعد الإنجاز المشروع، وكانوا يأخذوا فيه 400 مليون دينار جزائري. تشجيع الدولة للمستثمرين رفع من عدد المربين المنخرطين في دعم إنتاج الحليب بالولاية لتغطيتها واكتفائها من هذه المادة. وري الثرى بعد ظهر اليوم جثمان الفنان الراحل جمال علام بمسقط رأسه بمقبرة سيدي محمد دمقران ببجاية، بحضور كل من وزير الثقافة عز الدين مهوبي ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب، إلى جانب أسرة الفقيد وكذا العائلة الفنية وجموع غفيرة من محبيه. هذا وكان جثمان الفقيد قد وصل إلى أرض الوطن، حيث ألقيت عليه النظرة الأخيرة بالمسرح الجهوي ببجاية. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من البويرة وسكيكتا وأم البواقي، كشفت ودمرت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي 8 كيلوغراما من المواد الكيميائية التي تستخدم في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى أغراض مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش بكل من تلمسان وبجاية 3 تجار مخدرات بحوزتهم أزيد من 31 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من عين قزام وبرج باجي مختار 3 منقبين عن الذهب،
وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولدين كهربائيين وثلاث مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية. كما تم حجز أزيد من 11,000 وحدة من مادة التبغ بالوادي وتلمسان. من جهة أخرى، أحبط حرس وسواحل بالقلة محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص، في حين تم توقيف 56 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من تلمسان وغردايا. أخبار دولية متفرقة الآن مع لويزا دخل. استشهد اليوم مواطنين فلسطينيين بقصف صاروخي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويأتي هذا التصعيد عقب اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت على إثرها عشرات فلسطينيين. توصل الرئيسان الروسي والتركي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح بين 15 إلى 20 كيلومتر على طول خط التماس بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا ابتداء من 15 من شهر أكتوبر المقبل. أعرب اليوم رئيس كوريا الجنوبية عن أمله في أن تقود زيارته إلى كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار بين بيونغ يانغ والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أهمية أن يجتمع قادة الكوريتين بشكل مستمر، قمة تعد الثالثة من نوعها بين البلدين منذ 11 سنة، ويدرج فيها لأول مرة نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية على أجندة الحوار. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهدد ترامب بفرض رسوم إضافية على واردات صينية أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردت بكين على هذه الرزنمة الجديدة من الرسوم. رياضة الآن وفي كرة القدم، وتسوية لرزنامة الجولة السادسة لرابطة المحترفة الأولى موبيليس، تعادل أمس فريق وفاق سطيف مع ضيفه دفاع تجنانت بهدف في كل شبكة. أقول تفاصيل اللقاء مع سعيد بلعس. لحساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، وفاق سطيف حاور دفاع تجنانت على أرضية 8 ماي 45 في شوط أول لم يرقى إلى المستوى المطلوب من كلا الطرفين، لم نسجل فيه الكثير عدا محاولتين لدغموم عبد الرحيم واللتان وجدتا الحارس مقراني بالمرصاد، مع العلم أن الوفاق لم يلعب بكل تشكيلة الأساسية وترك بعض الركائز لترتاح للمباراة الحاسمة ضد الوداد البيضاوي في إطار رابطة أبطال إفريقيا. الشوط الثاني تألق فيه المتألق بوسيف مصطفى في هذه المحاولة، محاولة رد عليها دفاع تجنت برأس دمان حمزة، استعمل الحارس زغبة كل المهارات للإبعاد، ثم اشتغلت الآلة الهجومية للوفاق، فبعد أن ضيع بانوح ما لا يضيع تمكن باكير وإثر مخالفة من وضع الكرة في عمق شباك الحارس مقرني بكيفية جميلة معلنا توقيع الإصابة الأولى لصالح أصحاب الأرض. دفاع تجنان تحصل في الدقيقة 73 على ضرب الجزاء أعلنها السيد بوسليماني حكم اللقاء إثر عرقلة اللاعب مدح عريبي، نفذ في الزاوية البعيدة سجل وعدل لصالح الدفاع. رد الوفاق جاء في الدقيقة 85 لكن وجد الحارس المتألق مقراني بالمرصاد، وتعادل ثمين ومستحق يعود به دفاع تجنانت إلى عقر الديار. نختم النشرة من رواق عائشة حداد بالعاصمة، حيث يعرض الفنان منير بنقوس لوحات تشكيلية وتحفا فنية مميزة تعكس تنوع وثراء الموروث الثقافي الجزائري. المعرض يستمر إلى غاية الرابع من الشهر القادم. تقول كاتيا عبد. الرسم على الخشب فن إبداعي لا يتقنه إلا ذو الموهبة والبعد الفني، ومنير بن كوس أحدهم.
تحف فنية تفنن منير في إنجازها بألوان ورسومات تعكس شخصية الفنان. Le coffre pour la mariée, t'as les trousseaux, t'as les vêtements pour rangement. Oui. Ou les miroirs, ou le berceau, à Gérois, vrai à Gérois. De Benil, l'amel, ou l'alouane, les stamelons, ou l'itran, fil amel. Ben, les khdal wokt, l'azem, bachir samad l'rasm asil, jazaïri. الحلي القبائلي بمنطقة بني الني كان حاضرا في هذا المعرض. الطابة التقليدية نحرسوا عليه، ما نقدرش نخليوا عليه، من نديروا لمسات جديدة في حاجة تدير باش ما نديروش حاجة كبيرة، نديروا حاجة صغيرة والألوان تكون جرى عصرية وتدير من الخدمة تكون توجور تاع زمان. وتبقى مثل هذه المعارض فرصة لاكتشاف مختلف المنتوجات التي تعكس الموروث الثقافي الأصيل. بالإبداعي نختم النشرة وهذا تذكير بعناوينها. الدورة 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية تتوج بأربع اتفاقيات تعاون توسيعا لأفاق الشراكة الثنائية بين البلدين. كما تابعتم انطلاق أولى رحلة قطار كوراديا الرابطي بين بشار ووهران بتوفير خدمات نوعية للمسافرين. وتابعنا أيضا انتعاش النشاط الفلاحي بمنطقة القواسم النائية بتيسمسيلت بفضل برامج الدعم ومزارع نموذجية لتربية الأبقار بأحدث التجهيزات ببرج بوعريريش. نشاطنا تمت، عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء بإذن الله.